أهلا بيك. بالبداية حابة أعرف وضعك العائلي بصورة عامة، بعدين شو وقت بديتي تفكرين بالزواج؟ شوفي، يعني بالبداية أول ما كبرت وهاي فكرت إنه لازم أتزوج وهاي مثل البنات، بس أمي نصحتني، خطية أمي الله يرحمها قبل لعلها تتوفى، قالت لي كملي دراستك. فأنا على وصية أمي وصلت الإعدادية، أمي توفت، بقى سنة أبوي علينا أنا وأخواني وأخواتي، بعدين قال لازم يتزوج فتزوج. مرت أبوي يعني شو أقول لك، هي زينة ومو زينة، يعني مثل أي مرة أب، تريد دائما أفضلية إلها. وبعدين صار عتها طفل وإحنا والله ما نفرق، يعني نحب ابنها بس ما ارتاحينا، مو مثل أمنا. وتعرفين إحنا بنات مراهقات يعني بالإعدادية فقدنا أمنا، يتيمات، يعني كلش الموضوع كان مأثر علينا، بس ما أثر على دراستنا لأن أمي وصتنا بالدراسة. كملت أنا بال يعني الإعدادية، طلعت معدل يا دوب يعني ممكن أدخل يعني قسم على قد الحال. المهم رحت كلية، أنا هاي الكلية نفسها أبويا يعني شجعني وفرح بي وهاي، بس شلون كانوا يعني يقولوا لي انت يعني بعد كبرتي تكملين كليه يا اما تتزوجين قبلها خلال الدراسه، هيك يشجعوني على موضوع الزواج. بالكليه انا اول سنه ماكو شخص تقدم لي، كلهم نفس عمري وشباب، يعني صار انا افكر موضوع الزواج حتى بالكليه انه ممكن اكو شاب، يعني بالكلية ما عندي مشكلة إنه أرتبط، وأني شريد أنا يعني أريد زواج، ما عندي شيء مو زين. بس ما صارت أول سنة. ثاني سنة جوني ناس يعني عن طريق أحد أقارب وهذه، فأبويا فرح وكيف مرت، أبويا ما أعرف إيش يعني سوت لو بتها ما تفرح لها، يعني شلون تريد يعني شلون تخفف عن أبويا وحمل البنات وهاي. أنا وافقت، الولد خوش ولد من عائلة، وهو بس ما كمل دراسة ويشتغل. أنا شرطي كان إنه أكمل دراستي، ما قالوا لا. الشيء المعتاد عليه، الشيء الصحيح، الاختيار، إحنا نقول الاختيار أو الانتقاء، دائما الإنسان يبحث عن الشيء الصحيح اللي يوالمه وفق ما هو يراه. هذه المسميات ليست يعني للإعلام أو نقدر نقول عفوا للاستهلاك، ولكن مصطلحات بنيت على أشياء مادية ومعنوية. يعني من فكرة هذه الفتاة في هذه المرحلة أو في هذا الظرف الآن بعد وفاة والدتها، أعتقد حسب ما وصل للكيس، فكرت في الزواج حتى تهرب من واقع. ولكن هذا الواقع اليوم أنا من أريد أفكر الخروج من عنده أو الانسلاخ منه إلى مكان آخر، ما هي مقومات هذا المكان سوف أذهب إليه؟ يعني إحنا يوم نتحدث ما راح نقدر نأخذ دور الأخت أو الفتاة هي، ولكن نقدر نتحدث ضمن منطقة محددة يمكن البحث بها بجزئياته. فذكرت لك أنا اليوم راح أنسلخ من هذا المكان أو أحاول الهروب منه، أتجه إلى مكان آخر. هذا المكان ما هي مقومات النجاح؟ أكو مهم وأكو أهم. هل راح يغنيني عن ما موجود كنت فيه في السابق؟ مثل ما موجود هناك توازن الطاقة، توازن الطاقة، طاقة إيجابية وطاقة سلبية تساوي الطاقة الموزونة للإنسان. فالمدخلات، المدخلات مقابل المخرجات. فهذه تحتاج إلى التفكير، إلى الإدراك، إلى مستوى الثقافة العامة. الثقافة العامة لا ترتبط بمستوى التحصيل العلمي بقدر ما التفكير بالأشياء بمسمياتها الصحيحة، إضافة إلى ذلك الاستعانة الأفضل من ذلك من ذوي الخبرات، سواء أخت أو أخ أو رفيق. واليوم ما شاء الله عندنا السوشيال ميديا يعني متوفرة من خلال الاستماع إلى إدارة الذات، تنمية الذات، تطوير الذات. قلت لك احنا عصر يعني قرية صغيرة، كل شيء أصبح مباح بقدر مجرد الموبايل موجود، أضرب على اليوتيوب أو أي موقع من التواصل الاجتماعي راح يطلع لي موضوع معين. أتجه إذا كان حسب الديانات والكتب السماوية أقدر أكتبها، ما تطلع لي من خلال الحكمة، لأن الحكمة مستنبطة من
من الواقع الفعلي أو من تجربة. فهذه كلها يمكن الإنسان أن يجد ما ينتشل من هو الواقع اللي بيه. طبعاً من دوامة أني وقلت للبنات أول وحدة تنخطب بالقسم كانت فرحة. أكو بنات فرحوا له وأكو بنات غاروا من يمي الصراحة. يعني فترة الخطوبة كنت فرحانة ويعني مش أقول لك يعني فرحانة بموضوع إنه انخطبت مو بالولد أو هاي المواضيع. المهم صار الزواج بالعطلة، قلت أنا حتى أتفرغ إنه امتحانات كملت، قلت عما تطلع النتائج وأنا واثقة بنفسي راح أنجح لأن كلش أحب دراستي. بالعطلة تزوجت هو يعني نهاية العطلة يعني شهر ونداوم. هذا الشهر زوجي راح لل يعني بالركن وهيجي شيء، وإحنا الركن مالتنا محلات، صار انفجار توفى الولد. أنا تأذيت تحطمت من هو توفى وما لحقت، يعني إحنا أقل من شهر زوجين ما صار عندي حمل. رجعت لأهلي أرملة داومت، كلها انصدمت بدل ما الناس يعني تبارك لي على زواجي عزتني بوفاة زوجي. وش أقول لك، عشت كلش مقهورة ورجعت لمرت أبويا. مرت أبويا ما صدقت أنه تزوجني وعند أنا جارة خواتي، ورجعت لهم أرملة. بالكلية يعني حياتي شو أقول لك، كنت دائما ضايجة وكئيبة، و أنا صراحة ما تعلقت بالولد هواي، بس موضوع إنه أنا صغيرة وأرملة فهذا الشيء كان مضوجني. بعدين سووا لي راتب، فهذا الراتب شوية ساعدني إنه قدرت أصرف على نفسي، خاصة موضوع تعرفين إحنا عندنا التخرج هواي البحث وهاي كلش. أنا يعني كنت متضررة بس قدرت وماديا شوية أحسن صرت. بس بقى موضوع الزواج، يا قسمة تجيني مو هالقد، أو عيالي دائما يزوروني يجوني رادوني الأخو، بس أنا ما تقبلت الصراحة شبهه. وأنا شفته أخ إلي، ما مستحيل أشوفه زوج أخو، فما قبلت بي. من إذا كان كاسب فلابد عند حدوث الحادث تقديم شكوى في مركز الشرطة بهذا الخصوص، ويتم تدوين الأهل. نعم الأهل، من حيث أن شهادة الوفاة لا تصدر ما لم يتم إثبات الوفاة، فيتم بذلك تحقيق بهذا الخصوص. وعند التحقيق وإثبات وفاته بحادث قتل عبوة انفجار، يدون ذلك بشهادة وفاة. وعند تعويج الزوجة للمعاملة، المعاملة التقاعدية لاستلام الحقوق، فيطلب منها قسام شرعي، ويطلب منها كتاب إلى مركز الشرطة المعني المختص بذلك محل الحادث، بجلب الأوراق التحقيقية التي تؤيد استشهاده لكي يتم تمشية المعاملة ومتابعة صورة قيد للمتوفي، وما بعدها يتم إحالتها إلى اللجنة المختصة في مؤسسة الشهداء، وأيضا متابعتها فيما إذا حصل طعن ما. هناك لجنة مشكلة في مجلس الوزراء بهذا الخصوص تنظر هذه المعاملات والمتضرر من ذلك. في حالة رفض المعاملة إقامة دعوى في محكمة القضاء الإداري بذلك. قلت لك احنا مجتمع في بداية حديثي يحتكم إلى ثلاثة مؤشرات أساسية أو معايير: العادات والتقاليد. احنا مجتمع شرقي، عفوا لهذه العبارة وقد تكون قاسية بحقنا، نحمل ازدواجية في التصرفات مثل ما ذكر الأستاذ علي الوردي، يعني استبيح الشيء لشخصي وللآخرين أربضه. فهذه الأمور يعني وإن كانت أرملة ما هي مشكلتها، يعني هذا القدر أو هذا السبب مو اللي بيصنعته أو اللي خلقته،
وحتى المطلقة في بعض الأحيان المرأة يعني هي المرأة نصف المجتمع. المرأة نصف المجتمع. لا ضير منه يعني ليس من باب المجاملة، لا ضير منه يعني هم ذكر وأنثى. أحدهما يكمل الآخر، فلا ضير الأنثى تساعد الذكر ولا ضير من الذكر يعين الأنثى. فهذه المفاهيم تقود بنا إلى جوهر وصلب المشاكل المجتمعية اللي نقدر نطلق عليها التفاهم، الحوار، تقبل رأي الآخرين، الاستماع والإصغاء والإنصات. يعني قاعد نتحاور اليوم أنا وياك، تتحدثين معي أنصت تكملين حديثك حتى أقدر توصلي الفكرة. إيش إحنا نقول؟ التواصل، الاتصال والتواصل الفعال. ما هي الغاية من الاتصال والتواصل الفعال؟ بين راح يكون هنالك حوار عبارة عن اتصال، ثم هذا الحوار ينتقل إلى مرحلة أخرى اللي هو شنو؟ التواصل الفعال. كذلك بين الرجل والأمرأة، الأخ والأخت، الخوات فيما بينهما. فهذه سيدتي الفاضلة ثقافة نطمح عن جد، يعني نطمح اليوم لما نشاهده من مشاكل اجتماعية أسرية في بلدنا، بأن نحد منها أو نرتقي بالشيء البسيط من خلال متابعة أو المطالعة على أيضاً منها، أو الإصغاء إلى الأقران، كذلك إلى الدور المهم إلى مؤسسة وزارة التربية من خلال المناهج، إضافة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، الشرطة المجتمعية، والأهم من هذا كله وزارة العدل، إدارة القاصرين في السجون، إدارة الإصلاح. فهذا لازم يكون هناك كونكت، يعني اختيار صحيح، تشكيل فريق عمل تيم، يكون هنالك مدخلات صحيحة، والتوجه بوضع خطط متوسطة المدى أو طويلة المدى. يعني إحنا اليوم نتحدث، أريد نتحدث مثل ما تفضلتي في جانب معين، لازم نفكر، أفكر يعني مو اليوم أجني، لا، يعني ما موجود على أرض الواقع ليس بالشيء الهين. زين، بعد التجربة الأولى وبعد وفاة زوجك صار زواج ثاني، وش وقت بالضبط؟ شنو الأحداث اللي صارت؟ بقيت على هذا الوضع بعد التخرج 7 سنوات، ما اجتني قسمة بيها خير. اخوات الزوجة، اخوان الزوجة، صار عندي 2 اخوان من هاي مرتبوية، وكل الحمل علي يعني البيت والضغط والحالة النفسية، وهي شدت وياي بالزايد. فقلت هسه يا اللي يجيني انا اقبل به، ما عندي اي اعتراض. فواحد ما اعرف شلون، هو عن طريق ابويا، هو ارمل وعنده 2 ولد، وراد يعني وحده نفس ظروفه تفهمه، لانه تعرفين فقد الزوج صعب، واني ما عندي اطفال ممكن اكون ام الاطفال. فانا الفكره هي كلها عجبتني، انه اكسب اجر همين من الاطفال، وهم رجال فاهم الظرف اللي انا مريت به. فالخطبنا، تزوجنا. بالبداية أنا ما ردت أطفال، لأنه حسيت ما أدري شنو المخوفني من يمه، يعني من وضعي. كان دائما راودني شيء إنه راح يصير شيء يمكن يكسر بيه، فخلي ما أستعجل بالأطفال. مرت سنة وما صار عندي الولد، أنا كلش أحبهم وهم بالمدرسة ويحبوني، حتى ظلوا يسموني ماما. فصار حمل بالخطأ وصارت عندي بنية. طبعا البنية هاي كلش كسرت قلبي، لانه انا ما ردتها تجي، يعني لان حاسه انه راح يصير شيء. كملت حياتي ماكو اي مشكله. الرجال يعني ما اقول لك، انا ما اعرف شنو يعني، هو مو النوع اللي هذا اللي يحكي كلام حب او هاي، يعني عادي قايم بواجبنا، يسوق ويشتري هالاشياء كلها، يعني معتمدين عليه، ماكو اي شيء ثاني، ما مقصر ويا اهلي، اهلي يحبونه، ويعني اخلاقه زينه. بس انه انا يعني تعرفين طلعت من صدمه، هو هم طالع يعني من صدمه، بس ما عرفنا انه واحد يرتاح للثاني، يحب الثاني ذاك الحب، يعني مجرد زوج وزوج. المهم بعدين صارت عندي طفله ثانيه، هذا الخطا الثاني اللي هم ماتين، انا ما كنت مخططه للحبل وصارت، فصارت 2 بنات. هذا البلغراف أو هذا المقطع بالذات كل جذبني في القصة. السبب هو هذه الفتاة كانت تحت إطار مادي ومعنوي،
الجانب المعنوي اللي هي تحاول بين تعتبرهم ايتام من الزواج الثاني قصدك، ايتام تتولى تربيتهم، كسب شيء من رضا الرب او الاله حسب الديانه اللي هي تعتقد بها. اما الجانب المعنوي هي بين شوف اليوم يعني شلون تنشئتهم الصحيحه ويكبرون قبالها وتحس نفسها مقدمه في الشيء للمجتمع. فهذا يعني امانه يعني شيء يعني مو كل انسان قادر على الخوض به، يحتاج ان يعني يكون هناك تزامن وقوه وصبر واصرار، لان امانه تعيش يعني شلون حاله من القلق الغير متزن او الخوف. يعني اليوم انا اخاف من شيء، الخوف هو دائما عندنا من الشيء المجهول. اما القلق اكو هنالك حاله تؤثر يعني على الشخص يزول بزوالها، فهي ما فعلته وقدمت عليه امانه بالعكس شيء ايجابي. نجي خلينا نقول بدايه المشاكل اللي هي هاي التراكمات اللي بعدين يصير الطلاق، شو ليها بالتفصيل؟ مرت السنوات، يعني البنات الكبيره 4 سنوات والثانيه 3 سنوات. هاي الفتره اللي هي بدت شلون صارت المشاكل، الرجال تغير يعني كلش تغير. بس شنو هذا التغير؟ شيء مو زين، لا شيء زين، يعني يهتم بينا اكثر، يطلعنا، ظل يقول لي كلام انا ما سامعت. شايفه الرجال من يتغيرتي، يعني زوجي واعرفه من ظل يحكي كلام حلو، مشاعره تغيرت. انا حسيت اكو شيء تغير صاير بي، فاكتشفت انه هو متزوج. يعني هاي الثالثه انا كلش انضرت ومن ورايا، فما تقبلت الموضوع، فاخذت الصغيره وعفت الكبيره عليه والولد ورحت لاهلي. اهلي من عرفوا مرته ويا ايش قد هي قاسيه وياي وهاي، بس هالمره وقفت وياي لان هي شيء ما تتمناه نفسها. فاي مره منه تعرف انه واحد تزوج على زوجته تحس بهذا الموضوع، فوقفت وياي وقالت لي ما ترجعين لحد ما نحل هذا الموضوع، وانا هاي وقفتها ما انساها. لا يمكن ان نطلق الاحكام بالشيء المطلق بما فيهم حتى المتحدث، هنالك اشياء تحتكم الى النسبيه. يعني هذا الكون في طبيعته انخلق في شكل نسبي وجعلنا لكل شيء قدر معين. صح اليوم انا احساسي حدث عندي اوكي، ولكن ارى الواقع المعطيات ما موجود على الارض. ذكرتي طريقه التخطيط للبنت الاولى ثم البنت الثانيه اللي حدثت، هي فكرت شافت البيئه اللي موجوده بيها غير حاضنه هذا الشيء او غير تستقطب هذا الشيء او تنفر هذا الشيء لاسباب كثيره، حاولت ولكن حدث هذا الشيء. طيب هذا الشيء من حدث، هي ما كانت على خطأ، بالعكس تصرفها سليم، نوايا سليمه، حتى تفكيرها سليم للحفاظ على ما ياتي من طفل سواء ذكر او انثى. يعني استبقت الاحداث بقراءته، احنا نسميه التنبؤ. التنبؤ الحدسي، يعني مرات من خلال التجربه اللي يخوضها الانسان يعني يبدا يتنبأ. ولكن هذا التنبؤ هل نقدر نجزم به 100%؟ كلا. لازم يكون نسبة ايرور. هذا على المستوى العلمي، ولكن على المستوى الاجتماعي نقدر نقول انا صار عندي حدث باللغة الدارجة او الماهية العامية، صار عندي حدث. لكن كم مقدار هذا الحدث؟ ما هي معطيات هذا الحدث؟ كيف اقدر اربط او ابني او اعمل على 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 ارتباط الكونكت بين بين الحلقات والمؤشرات حتى يكون عندي هناك نتيجه واطار للصوره العامه. هذه عوامل كلها مهمه. فهي نرجع لحديثنا حتى ما نخرج عن الموضوع، كانت في تفكير سليم واشاره صحيحه بين تربي الاولاد حتى تكسب جانب واعز ديني، اضافه الى الجانب المعنوي بين حاله انسانيه. يعني هو الانسان. فاحنا حكينا وياه، حكى وياه والدي، يقول انا حبيتها هاي البنيه الثالثه، وما متزوجه
يعني انصدمت أني إنه أنا صار لي سنين ما حبني، حب وحدة بعدين، فهو هذا الموضوع ما تقبلت أني، وما تقبلت إنه وحدة تشاركني، وهاي إلها بيت وديك إلها بيت وهاي حقوقها، ويحكي بأنه شيء مستحيل يتخلى عنها. فأني قلت له خلص أنت أعطيك هاي البنية همين، وأنت ربيهم دول الأربعة ها، وخلي هي تربيهم. طبعا أنا ما تحملت بنتي، ويعني ردتها، فهو قال لي خلينا نرجع، فقلت يلا على مود بنتي. رجعت أنا كم شهر، طبعا بنتي لقيتهم كلش يعني تعبانين وهاي، وين أنا كنت داريتهم وهاي، فالأطفال كلش متعلقين بي، خاصة الولد يعني بناتي، بالله ما بناتي بس الولد هم يعني متعلقين بي، وهم الكسروني يعني كلش من عفتهم. بعدين أنا ما تحملت، فغيرتي يعني من غيرتي هي اللي خلتني إنه أريد أنفصل. هو يعاملها بأسلوب كلش حلو يختلف عني، وهي همين ظلت تغيظني، وهي صارت مواقف أسمعهم يخابرون يحجون، خذت رقمي ودزلي أشياء تصير تصور تدزلي هاي، يعني هي كانت خربت علي، ما أعرف شنو غايتها. أنا بعد ما تحملت رجعت لأهلي مرة ثانية، بس هالمرة خذت همين بناتي وخذت الغراضي وهاي، وقلت له خلاص خلينا نفصل. مرت أبويا وقفت وياي وأبويا همين وقعدت عتهم، خليت محامي، قلت له يعني هو ضرني وأذاني كلش من زواج الثاني، وهاي الرسائل وهاي كلها مال زوجته، فهو عرضهن يعني على القاضي وهاي، فحكم إليه لأن هو ضرني، قالوا إنه ضرك الزواج الثاني فالحكم إليك. ابتداء قبل أن يكون موضوع هو تأييد شخصي، الشريعة الإسلامية وكذلك الدستور وقانون الأحوال الشخصية قد ثبت هذه الفكرة ودونها، والقانون لا يثبت شيء ما لم يستند إلى فلسفة وإلى منطق. جيد، لا يستند إلى منطق على اعتبار أن القوانين هي قوانين لمجتمع، لتنظيم مجتمع، ولم تأتي عبثا. موضوع الزواج الثاني هو لابد قانون الأحوال الشخصية نظمه، قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 قد نظمه بخصوص وجود مصلحة مشروعة للزواج الثاني وإمكانية مالية للزوج بزوجة ثانية، وفي ذلك فائدة بخصوص تقليل نسب المطلقات وتقليل نسب العامل. وقد استثنى قانون الأحوال الشخصية من موافقة، مو موافقة حتى بالزواج الثاني، سواء كانت حتى لو باكة، من إعلامها، لا يشترط الإعلام، ولا يعتبر هو قد سهل هذه الإجراءات نتيجة وجود مطلقات وأعامل، نتيجة الحروب وأسباب عديدة. فالهدف من الزواج الثاني إذا كان الشخص له إمكانية مالية لا بأس بذلك، أفضل من الوقوع في الحرام الزواج بزوجة ثانية. قد هناك مشكلة اجتماعية، الكل هو مسلم. لا احنا مجتمع، اذا تحكي عن مجتمع خليجي متقبلين، لا خل انتقد مجتمعنا العراقي والازدواجية الموجودة. انا اليوم شو دخلني البيت؟ الشخص إما يؤمن بمبدأ أو عقيدة أو لا، ويكون شجاع بالدفاع عنها. الإسلام والكل مسلمين سواء كان رجال أو نساء، لماذا عند الوقوف عند آية الزواج يتم نكران هذه الآية أو عدم تقبلها؟ وكذلك أهل الزوجة، عند إخبار شخص ما بالزواج من زوجة ثانية يتم رفض وخلق المشاكل. إذا كنا من باب الإسلام فالإسلام قد سمح بذلك، وإن كنا من باب القانون فالقانون سمح بذلك، وإن كنا من باب العشائر فعشائريا جائز
وأغلب أجدادنا قد تزوج واحدة وثانية وثالثة ورابعة. هاي الازدواجية وهاي هذا التناقض، هذا التناقض هو اللي يحطم المجتمع. احنا اما نؤمن بفكرة ونطبقها او ما نؤمن بها، وبالتالي احنا المن منتمين الى عقيدة او مذهب فكري معين. فبالتالي اكو حكمة من الزواج الثاني، بس هذا ناجم وراجع هو الخوف. يقولون الخوف يجوز ما يدبرها مع الزوجة الثانية، ما راح يعتني. هو الشخص اللي يعتني بالزوجة الأولى، اللي ما يعتني بالزوجة الأولى ما يعتني لا بزوجة أولى ولا بثانية ولا ثالثة. الحريص حريص بكل شيء. لا هو احتضان، مو سيدة الفاضلة يعني. مو احنا ما نقدر ناخذ اطار عام للصوره. انت قلت المراه الاولى والمراه الثانيه ومرت الاب. مرت الاب في البدايه كانت فرحه بزواج الفتاه حتى تخفف عن كاهل الاب، او خلينا ناخذ البعد الاخر لازاحتها وازاحه الاخرين حتى تمضي الساحه لها، مع احتراما لشخصها الكريم يعني جانبين. اوكي، ما بعد ذلك احتضنتها، تانيب الضمير، الشعور بالإثم. لأن هنالك نظرية فرويد بين الإنسان يمتلك الهوى أو الأنا والأنا العليا. فالشخصية تتكون من بعدين، بعد اللي هو مكتسب وبعد فطري. فالشخص جزء من الشخصية هي فطرية وجزء الآخر مكتسب. وهنالك يعني من ضمنهم العقل الواعي واللاواعي. ثانيا وانا اتحدث وياك في موضوع معين، ولكن ما في داخلي شيء اخر. احنا نعمل في الجانب الاكاديمي، هنالك نظريه او عمل نافذه الجوهري تقتسم الى اربع جوانب. يعني جزء الاخرين يعرفوه عني وانا اعرفه عنهم، الجزء الاخر من هاي الويندو الاخرون هم يعرفوه انا ما اعرفه، الجزء الاخر الظروف هي اللي تخلقه. فأنا قد ما أوسع المساحة المفتوحة اليوم مع المحيط مالتي راح أكون إلي مقبولية مو بالفرض، وإنما لغة الحوار، لغة التواصل. هذه الفتاة عرفت تقرأ. شو تقرأ؟ قرأت ما موجود على الواقع، ولكن ليس بالأخطأت بهذه العبارة قاس، وإنما هنالك بعض الأحداث اللي كانت يعني شو نقول إدارة أزمات. أزمات آنية أو مخاطر خارج عن السيطرة، مثل وفاة الزوج الأول، هذا ولا الصدمة، وهي بنية شابة مع أقرانها زميلاتها في الجامعة. دائما أسأل أني أي حالة عن الإجراءات القانونية وشنو صار بحقوقك والنفقة، أخذتيهم أو لا؟ أخذت أني الحقوق مالتي والنفقة تجي مال البنات، بس أنا قلت لك يعني اللي كسروني الولد هالمرة مو البنات. فأني شرطت عليه وقلت له ذولا ولدي ويجوني كل فترة أشوفهم أعتني بيهم دراستهم. هي قاعدة وياها بس مو مثلي، والحمد لله وشكرا على كل حال. أنا ندمت على شيء واحد، صاروا البنات وهم ما لهم ذنب. ابتداء قبل إجراءات ثمرة الحياة الزوجية هم الأطفال، فإذا كان الزوج لا يستحق فمن أجل الأطفال عليها أن تضحي. والمرأة العراقية من المتعارف عليه ومن المعروف وليس المتعارف هي الأم المضحية. إذا الكثير من النساء خاصة في السنوات السابقة تضرب وتهان وينكل بها وهي صابرة من أجل أطفالها، وقد من خلال صبرها ربت أجيال في سبيل الحفاظ. وليس ما هو اليوم، إذ ليس من دعاة تنكيل المرأة ولا الإساءة إليها، ولكن قد يصدر من شخص إساءة ما، سواء كان زوج، صديق، أخت، أب، أم. لماذا نفكر بالقطيعة والخلاف، خاصة إذا كان هناك أطفال؟ فلا بد من التحمل، لا بد من المسامحة والتسامح. إذا الزوج هو مخطئ في كل الأحوال فيما إذا أذى زوجته بالضرب
أو الإهانة بالسب بالشتم، ولكن عليها أن تنظر تتأمل مصير الأطفال بدون أب عند هذه الوقفة وعند هذه الحالة أن تتوقف وتراجع نفسها، ويقال أن الزمن كفيل بحل الكثير من المشاكل. في وقت ما الزوج مسيء ممكن بعد سنة سنتين ينصلح حاله ويرجع إنسان سوي، وهي مو هي عليها أمثلة عديدة. ليه يكون دائما نعالج مواضيعنا وخلافاتنا بالقطيعة؟ وضعك الحالي شنو؟ وهل ممكن في خط رجعة إلى زوجك؟ هسه وضعي أنا شي أقول لك، وضعي هو النفقة هسه تجي، وأنا الولد كلش مأذيني، بس مهما نقول دولي ولد يقدرون يكملون حياتهم مو مثل البنات. البنات هو يشوفهم، سوينا هو يعني هو رفع مال هاي إنه يشوفهم كل فترة، فظل يشوفهم وأوديهم يعني هناك ما أدري هو مكان يروح يشوفهم. أنا بالبداية أبويا ياخذهم، وبعدين الولد لا أنا مو مشاهدة ولا هاي السوالف، لا هو يجيبهم إنه للبيت. استمر هذا الوضع لمدة سنة. تمام. الشخص اللي يجي يتزوج زوجة ثانية من الخطأ إن يخليه هنا بيت واحد، لأن الأخت وأختها ما ينسجمن بيت واحد، خاصة طبيعة الحياة اليومية من عمل في البيت، من تداخل، لابد تحدث مشاكل راح تعكر مو فقط مزاجه ووضعه، خاصة هو مشغول بالعمل راح تأثر على أسرة. فبالتالي إذا كان هو عنده نية يتزوج بزوجة ثانية، من الأفضل أن يكون له بيت، ويفضل هذا البيت بعيد عن بيت زوجته الأولى. لا إشكال إن كان في المنطقة، في نفس المنطقة، ولكن بمسافة ما، مع توفير كافة المستلزمات، وأن العدالة في هذا الموضوع بين الزوجين هي عدالة مالية وليس عدالة مشاعر، إذ لا يجبر إنسان ما على مشاعره تجاه شخص ما بنفس المشاعر الأخرى. ونحن كآباء أحياناً مع أولادنا نتعامل بازدواجية مشاعر. شخص يجبر يحب بنته الصغيرة أكثر من بنته الكبيرة، فبالتالي مو ما يحب الكبيرة ولكن أكثر. نعم تتحسس، يقول له ليش ما تحبني أنت، يحاول يراجع نفسه، يحاول يحسسها، بس بالمقابل هو ما يقدر يسيطر على مشاعره، لأن بشكل يومي يتعامل، هو مو كل ساعة يرجع بالتعامل يقول خل لا لا هذا الموقف يكون هيك. فبالتالي العدالة هي عدالة مالية وليس عدالة مشاعر، ومع ذلك اصطناع المشاعر مع الزوجتين مهم. كلمة اصطناع، اصطناع المشاعر مو يعني الكذب، لا بالعكس احترام. حالياً أنا يعني جاي يضغط علي وأحس بموضوع الولد إنه هم يجوني ماما ما نقدر نستغنى عنك وليش ما ترجعين البابا وهذا الحكي، فأكو عدة خط رجع الرجال ويريد يرجع لي، بس أنا مشكلة الغيرة وهي تصرفاتها. هو عرف هاي تصرفاتها ومع ذلك ما أدري شو صار بيناتهم، بس ما صار شي بيناتهم عادي. يعني المفروض هو يعني يحكي وياها، يجوز حكي وياها يجوز شيء، بس المفروض هو يقول لي يعني انه انا ما رضيت عليها مثلا. فاكو شيء رجع عن والله على مود الولد هسه اذا ارجع على موتهم، وهو بناتي يعني ابوهم خيمتهم، بس هي مشكلتي هسه بهاي الغيره شلون اتخطاها، ولازم في الطريقه. وانتو شنو رايك؟ يعني ما ادري ارجع او لا، بس لازم انه هو يوقف لهم ويسوي لهم حد. اي هذا اللي مدوخني واريدكم تحلون تساعدوني به. بالتاكيد المحامي هو ليس كوني محامي، ومهنة المحاماة هي ليست مهنة كسب، بل هي مهنة مساعدة الناس والتوكل عنهم وحل قضاياهم. المحامي هو المختص مثل الطبيب، فبالتالي المختص هو أسرع بالإجراءات وأعرف بالإجراءات. بالتأكيد وجود محامي راح يسهل إجراءات أكثر، وما يدخل الشخص بدوامة، لأن ممكن شخص يقدم طلب إلى مؤسسة ما
يذكر لهم شيء قد ما يكون بصالحه، فمن خلال المحامي يهذب طلبه، ينصحه النصيحة القانونية المناسبة في سبيل الحصول على حقوقه. فثقافة توكيل المحامي هي ثقافة موجودة لدى حتى دول حقوق الإنسان والدول الديمقراطية ودول المؤسسات. أحسنتم. فكيف ما في ظل وضعنا الحالي؟ أنا أتعجب من، وإن كان خارج سياق الموضوع، هناك شركات تجارية ورؤوس أموال يقعون في أخطاء كبيرة من خلالها تتم خسارة مليارات عديدة، ولو أعطى مبلغ من المال لمحامي كاستشارة قانونية لجنبه الكثير من الخسائر المالية. فلا بد أن يكون للمجتمع ثقافة بتوكيل محامي، وأن يكون لكل عائلة محامي، وهذا ما موجود في بعض دول الخليج وموجود في الدول الغربية. قرار لا غير صائب. يعني ذكرت عبارة يعني هزتني أمانة. هو عنده أولاد اثنين وعندها بنات، يعني مجرد بناتي وهؤلاء الأولاد أشوفهم يعني أنا أرتاح نفسيا. هذا يعني أكو بعد بين هذه المرة تحمل بذرة طيبة. يعني لا شايفة ولا، بس من طريقة الحديث وقراءة ما بين السطور لنبرة الصوت، الصعود النزول مالتها، التوقفات بالحديث مالتها، هذا يعني حكم العمل والممارسة. يعني فبدينا نقرأ بعض الشيء، الإنسان ممكن كل شيء يستطيع أن يتنبأ به، عندها بذرة طيبة. ولكن الطلاق، خلينا نكون واقعيين أكثر، في ظل هاي الظروف يعني ما حد يحببه. يعني اليوم مع الأسف نعيش مرحلة خطيرة من بعد مرحلة الانهيار، وليس الانهيار، احنا نعيش اليوم ما بعد مرحلة الانهيار. هي ماكو شخص يجبر زوجة مع عدم استعمال هاتف، هاي تقييدها هي. ماكو شخص يجبر زوجة على منعها من الذهاب لأهلها أو تصرف ما، هي حق من حقوقها كفل قانون الأحوال الشخصية كفل الدستور. وأنا برأيي الشخص إما يتزوج، من يتزوج لفتاة، إما يعطي الثقة المطلقة. من يقول الثقة المطلقة بمعنى المطلقة؟ يعطي الثقة أو لا، وإلا هو مو حاط بالبيت عليها حراس أو رقيب، وإن كانت أمه أخته. إما يقول هاي زوجتي، هي تكمل المسيرة معاي الحياتية، ما عاملها بأن هي مو عدم، هي مو محل ثقة، أو لا، إما ينطيها الثقة يستمع معها أو ينفصل أفضل. هي مو موضوع صراحة، ولكن ما يفرض الواقع. هي ذكرتي هي بناتها وأولادها، بناتها على المشاهدة وأولادها أوبن زيارة لهم. ليش ما نأخذ الجانب الإيجابي محمل الجد؟ خلنا نأخذ إحنا بما أنه نعيش في بلد متعدد الديانات، والأغلبية هي ذات الديانة الإسلامية، القرآن سمح بالزواج 4 نساء، لأنكم مبدأ الإيثار والتضحية. خلنا أجي أشوف أنا اليوم إيش قد تحت هذا المصطلح وتحت هذا المصطلح، وأجي لعملية التوازن. ذكرتك في بداية حديثي اللي هي إدراك. يعني إنسان، يعني هنالك عقل، هذا العقل يحتوي على الكثير، لازم الإنسان هو يفكر. يعني جد ما نقدر نحكي اليوم، هي احنا نعطيها إشارات أو أمضات، ولكن هل صناعة القرار احنا نصنع القرار؟ لا، احنا هذا القرار نضع تحت هذا المصطلح بعض المؤشرات، سواء كانت إيجابية أو سلبية. عدم تواصل إنسان مع آخر شيء مشروع. أنا اليوم ما عاد أتكلم مع شخص ما، شيء خب مو شيء يجبرني. بس الأهم بخصوص الزوج، هو كان الأولى قبل ما تزعل الزوجة الثانية، بما أنه رب الأسرة، كان الموضوع هو يتلافى الموضوع. هذا موضوع بسيط، زوجته الثانية أنت لك حقوق وواجبات، أنت ايش تتكلمين معاها، وكذلك
الأولى، والحل لذلك هو الزواج بزوجة ثالثة.